كلنا محتاجين زيارة طبيب نفسي، لا نستثني أحدا، احنا عايشين في عصر يعني يحتم على الكل كده وسريع سريع. بس في حاجة يعني عايزة أعرفها من حضرتك، كتير قوي من الأهالي ما عندهمش ثقافة الاختلاف في الرأي، فيحصل إيه؟ مشادات جامدة جدا بين الأب والأم، وكأني الطفل اللي موجود ده مش موجود أصلا، يعني أو يقولك هو صغير لسه مش فاهم حاجة. أيوة، احنا قلنا ان الطفل بيتاثر من سن مبكر جدا بما يدور بين الاب والام. ده من 6 شهور. وفي ناس بيقولوا من هو في بطن الام جنين، في بطن الام. الله ينور عليك. وده صحيح يعني. لو الاب والام بيتخانقوا والام حامل، نسمع نشوف حركات الكيمياء بتاعه الخناقه وصلت للجنين. طب تواجه الاب والام دول تقول لهم ايه، وايه ممكن الامراض اللي يتعرض لها طفلهم ده؟ هو احنا برضو مش متصورين الاب والام دول ملايكة، وان هم ما بيتخانقوش وما بيزعلوش وما بيغضبوش، كل ده طبعا متوقع. لكن احنا بنتكلم عنه انه يتحول الاختلاف الى خلاف، ثم الى شقاق، ثم الى صراع، ثم الى معركة. هو ده طبعاً. لكن الاختلاف وارد وسنة من سنن الكون، ما فيش حد فاحنا بنقول بس ترشدوا اختلافاتكم وما توصلش لدرجة الأذية. ليه؟ لأنه الإيذاء للأم أو الإيذاء للأب بيسمع على طول في الأطفال. فنتجنب يعني. احنا قاعدين نتكلم على الصدمات، يعمل لهم ايه؟ والخبرات السيئة للأطفال. انا نسألك تقول ان الاهل دول يعمل الطفل ده ايه، او ممكن يأثر على الطفل ده ازاي، او الطفل ده يحس بايه، او يجيله ايه، أو مرض نفسي او تروما او كده. احنا برضو مش متوقعين يعني انه الطفل ما يشوفش اختلافات بين الاب والام، او حتى خناقات بسيطة كده بين الاب والام. بالمناسبة ده طبيعي انه يشوف ده، بس يشوف ان هما في الاخر ما بيقطعوش بعض، ما بيهينوش بعض، ما بيأذوش بعض. انما اختلفوا، ممكن صوتهم عالي مع بعض شويه، بس ما يشوفوش زياده عن كده. وبعدين يشوفنا احنا بنتصالح يعني. هو شافنا احنا بنتخانق، لو يشوف نموذج سوي للحياه الطبيعيه بين شخصين بيختلفوا بشكل محترم وبيتصالحوا يتوازنوا سوا. طيب. يزعلوا من بعض شويه وبعدين بيتصالحوا تاني، وحتى وهم متخاصمين ما وصلش لدرجه الخصومه اللي فيها اذيه. اذى. طيب.